وصباح النور مشاهدينا من ركن الأخبار. ألمانيا تدفع أموالا طائلة لمواطنيها لكي يستهلكوا المزيد من الكهرباء. هناك تلك القرعة بتضوي. شفت؟ في الوقت الذي تشهد فيه الدول العربية ارتفاعا واضحا لقيمة الفواتير الكهربائية وأسعار الطاقة إن وجدت، أردت مشاهدينا أن أشارك معكم تجربة ألمانية مميزة في هذا المجال، حيث أنفقت ألمانيا 200 مليار دولار على مدار العقدين الماضيين لتطوير مصادر أنظف للكهرباء. أدى هذا الاستثمار الضخم إلى نتيجة غير متوقعة، ففي الواقع بات المستهلكون الآن يحصلون على المال كي يستهلكوا الطاقة في بعض الأحيان، إذ انخفضت أسعار الطاقة إلى ما دون الصفر، وذلك بفضل الجهود التي تبذلها البلاد للتشجيع على الاستثمار في الأشكال النظيفة لتوليد الطاقة. فوفقا لبورصة آيبك سبوت، دفع لأصحاب المصانع وكبار المستهلكين في بعض الأحيان كي يستهلكوا الطاقة أكثر من 50 يورو، أي ما يعادل 60 دولار تقريبا لكل ميجاوات في الساعة، وهو مقياس كبير جدا يستخدم لبيع الطاقة بالجملة. ورغم أن ألمانيا ليست من الدول ذات الإنتاج الكبير للنفط أو الغاز الطبيعي، إلا أنها لجأت لحلول أفضل من أجل توفير الطاقة اللازمة لها، أي هي الطاقة النظيفة والمتجددة، إذ تعتمد ألمانيا بصورة كبيرة على إنتاج الطاقة من الرياح، وهو مورد متوفر غالبية أيام السنة هناك. في المقابل فإن دولنا العربية تعتمد على الوقود الأحفوري لتوليد الطاقة بدلا من اللجوء لمصادر متجددة رغم توفرها، الطاقة الشمسية والرياح مثلا. يعني لا حول ولا قوة إلا بالله. بالضبط. ناس بتوزع كهرباء بفلوس وناس ما لقي كهرباء. بس تعرفي بعض الدول العربية كانوا استدركت الموضوع، يعني مثلا بقطر في شركات حاليا عم ترتكز على الكهرماء، حتى في شركة اسمها كهرماء حاليا مخصصة لأنه تنتج كهرباء من الماء للمونديال عام 2022. وحتى بلبنان، يعني مصرف لبنان هالقد بيشجع الطاقة المتجددة وعم بيمول كل الشركات الخاصة اللي اخذ لواء على حالة، عهد على حالة انه تشجع الطاقة المتجددة. ولكن سؤال، يعني انتبهت لشيء في الخبر انه عقدين من الزمن الحكومة الألمانية بتعقوباتها بتشتغل على موضوع الطاقة البديلة او توليد الطاقة من مصادر غير المتعارف عليها، وفي الاخر كانت النتيجة هذه هي. يمكن المشكلة عندنا انه احنا دائما رؤيتنا خطوة ونص لقدام، ما بنفكر في انه اللي قدام ممكن نعمل ايه، انه نعمل ابحاث، نعمل دراسات، نعمل شغل يؤتي ثماره لبعدين. ما عندنا كده. مش بس هيك سارة، ايضا في عنا كتير اشياء بتعيق طريقنا نحو التقدم للأسف. انا ما بدي اكون كتير مثالية، نحن اليوم في القرن 21 مش مسموح انه في بلد ايا كان، وفي منهم لبنان مثلا، انه تنقطع فيه الكهرباء لمده كثير طويله، ما يكون في طاقه كهربائيه مؤمنه على مدى 24 ساعه، خاصه وانه المواطن مش عم يتاخر بالدفع. يعني انت عم تحكي بخبر انه عم يدفعوا لهم لانه بدهم يصرفوا الطاقه الكهربائيه، ما بيصير تكون كثير مخزنه، بدهم يصرفوا. يعني يمكن بعد شوي بدون اي مبالغه، ومش عم اقول على سبيل النكته، عم فكر اذا بدي احجز على المانيا روح اكوي الكويات والغسالات، يمكن بعد شوي حتصير اوفر. عيب عن جد كمجتمعات متمدنه، عيب انه الكهرباء تكون مقطوعه عنا بهالكثره. ما في اي حجه سوى الفساد للاسف، وخاصه انه عندنا موارد طبيعيه كتيرة. يعني طبعا في موارد لبنان طبيعية، وأيضا في موارد أنهار طبيعية، في أنهار كتيرة طبعا، وبتشتي كتير بلبنان، وبتقولي وين رايحة وين راحت، مع أنه هيدي حق الناس أولا. صحيح. وفي هوا، يعني إذا بدنا نفوت بموضوع الطاقة والكهرباء ما بنخلص، يمكن موضوع كتير طويل، بس مؤسف. ما بعرف هلا إذا المسؤولين بيشوفوا هيك خبر، ما بعرف. هلا أنتوا مع حجج أنه الأمان يأتي أولا، وبعد ولا مرة الطاقة المتجددة أو البيئة كانت من أولويات هذه الدول، هل أنتوا بتقنعكم هالحجة؟ أي حجة؟ حجة أنه هذه ليست من الأولويات. ما هي الأولويات؟ بعد أوضاعنا غير مستقرة أمنيا، ما أنا عم بلعب دور الشيطان، غير مستقرة لأنه إحنا غير مستقرين داخليا. إذا توفر عندك الحياة الكريمة، ما هي الحياة الكريمة؟ عاوز لقمة
عاوز تتعلم، عاوز صحة، عاوز حقوقك، عاوز تتعامل بكرامة، ما حيكون في سبب أصلا لأنه يكون ما في أمان. اللي بيجيب عدم الأمان، اللي بيخليك ماشي في الشارع وإنت خايف على نفسك إنك تتأذي أو تتسرق أو أو أو، عدم توفر الحقوق الرئيسية الأساسية، صح ولا لا؟ نعم. فليه ما بنشتغل كلهم مع بعض؟ ليه لازم نمسك حاجة واحدة؟ ما في كل دولة عندنا وزارات كثيرة، فممكن كل وزارة تشتغل على ما لها. نحن لو ما عندنا موارد أو ما عندنا إمكانيات بشرية ومادية إلى آخره، كنا بنتفهم وبنتحمل مع حكوماتنا وبنمشي خطوة خطوة، ولكن أن تكون كمواطن على يقين أنه السبب الوحيد لعدم التقدم وعدم الحصول على يعني أبسط الأساسيات تبع الحياة هو فقط تنازعات وصراعات داخلية سخيفة، يمكن عم نلهي إلا بمصلحة عم نلتهي فيها هذه الصراعات، عم يلهونا فيها يمكن. وانت قلت أنه المواطن على يقين، من هون يمكن أهمية خلق حوافز، خلق حوافز للمواطن بأنه يلتجئ للطاقة المتجددة. خلينا نقول حاجة، ما ينقصنا نقوي له وعيه يعني. صحيح، ما ينقصنا ليس الموارد البشرية، ليس الموارد المادية، ليس الموارد الطبيعية، ما ينقصنا هو. ومننا مختلفين أيضا على الطريقة، إذا طريقة طبيعية بتخدم البيئة ولا الطريقة الأوفر، يعني مننا مختلفين. جيبوا لنا الكهرباء كيف ما كانت. يبدو أنه اليوم عانت من مشكلة الكهرباء صباحا. لما تفيق الساعة 5 الصبح مقطوعة الكهرباء وعم تشتت الدنب، تحس حالك منك بالعصر يلي انت عايش فيه. بس شفتي هيدي خبرة حتى تعطينا من كيانك بهالفقرة. صح، اذا ما ينقصنا هو الضمير ربما. طبعا. صحيح. اذا